مشوار حياتي. الإعداد والتقديم حسام حجازي. التنفيذ عمار كيوان. مشوار حياتي. الإخراج لؤي جلاد. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشوار حياتي. حلقتنا اليوم هي حلقة موسيقية بامتياز، حلقة لها تاريخ طويل مع الموسيقى ومع الألحان ومع كبار الكتاب والشعراء والمطربين. يسعدنا ويسرنا أن نرحب أجمل ترحيب بالباحث الموسيقي والملحن عدنان أبو الشامات، رئيس فرقة الأنغام العربية. أهلا ومرحبا بك، يعني إذا بدي أقول ببيتك الثاني إذاعة دمشق. أهلا بيكم. ولا بيتك الثالث إذاعة دمشق بعد إذاعة حلب؟ والله بعتبره بيتي الأول. بيتي الأول. طيب أستاذ عدنان، بعام 1989 تأسست فرقة خاصة باسم فرقة الأنغام العربية. ليش أسست الفرقة وشو هدفها كان؟ الفرقة أسستها لأنه من حرقة قلبي على التراث وعلى الفلكلور وما حدا مهتم له. جبت شباب وبنات من اللي بيحبوا هاللون، يعني كلهم أولاد أصدقائنا، أهاليهم كلهم موسيقيين فنانين، ودربتهم سنة عام كامل تدريب على اللفظ، على النطق، على فتح التم. صار عندنا برنامج جيد، سجلنا التلفزيون، بعدين صرنا نلفت نظر، يعني صارت الفرقة تلفت نظر. دعينا للقاهرة دار الأوبرا مرتين، لذلك لما انفتح لهم سوق جديد، يعني أنا ما قدرت أمنعهم. مثلا شي ناس راحوا مع نجوى كرم، ناس راحوا مع هادي بقدونيس، ناس راحوا مع جورج وسوف. ما فيني إلا أنا لا تروحوا، لأنه أصلا ما بعطيهم شيء أنا. فصاروا يروح، كل ما يروح ناس جيب غيرهم، ورد علمهم، رد ياخدوهم، رد جيب غيرهم. بناتي تنتين تحجبوا وتزوجوا والفرقة. يعني مين من الشباب والصبايا اللي كانوا معك أنت تشوف فيهم مستقبل فني جميل؟ يا عبد النور بلكي، ايه يعني كان في عبد النور بلكي. إيه انت ايه كويس هالشب، ومؤخرا انت لحنت له اغنية. ايه لا لحنت له 4-5 قطع في له. ايوه ايه ديني ووطني وشعمشع، يعني ملازمني على طول. شو بيتميز صوته لعبد النور؟ صوته نادر فعلا، يعني لما سمعوه بمصر لفت نظر تمام، طلعته أنا هنيك وصل لحاله. إله واحد رب مجيد، له في كل معجزة وجود. إله واحد رب مجيد، له في كل معجزة وجود. فما في الكون من رب سواه، فجل الخالق المعيد. وما في الكون من رب سواه، فجل الخالق المبدي المعيد. ف
فجل الخالق المبدي المعيد. بعد المقطع لعبد النور بلكي استمعنا فيه معا، نتابع حوارنا مع الباحث الموسيقي الأستاذ عدنان.